انطلق بحفظ من الله ورعايته في هذه اللحظات شوطنا الثالث في المجموع، وهو الشوط الثاني للبكار. انطلق مع اول المنطلقات اللي في الصدارة، اللي في المقدمة الشاهينية لمحمد بن ناصر الطريبيل خبير المضمرين يقود هذا الجمع في هذه اللحظات. اما ثاني المراكز، هذه الفائزة لمحمد بن حمد بن جهويل على ثاني المراكز، وفي ثالث المراكز الوصول هنا من جانب الشاهنية لثامر بن محمد أبو شارب، وفي رابع المراكز الاندفاع هناك والقدوم من جانب حاملة رقم 9 شواهين لفرج بن حمد المري، ولكن اللي جاوزت هناك حاملة رقم 7 غير مدونة في الكشفة، ولكن هذا شعار فيصل بن عبد الهادي بن نايفة وبنسميها الشاهنية. إذا نعود والعود أحمد مع الصدارة مع المقدمة هناك، انطلق مع الشاهنية لمحمد بن ناصر الطريبيل. الشاهنية إذا لا زالت تقود هذا الجمع بسرعة الشواهين بعدما تجاوزنا لوحة 600 متر. اللي في ثاني المراكز هذه الفائزة لمحمد بن حمد بن جهويل، من تبحث عن الفوز، فجاوزت الفائزة في هذه اللحظات. الفائزة إذا غيرت، الله يا الفائزة، ما شاء الله تبارك الرحمن. الفائزة إذا الفائزة في الصدارة في المقدمة بهذا الأداء الجميل وهذا الشكل الأجمل، ما شاء الله تبارك الرحمن. طارت الفائزة، ولكن حذاري من الشاهنية لمحمد بن ناصر الطريبيل في ثاني المراكز، ولكن الفائزة لمحمد بن حمد بن جهويل لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط. الله 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 الله، الفائزة والشاهنية، الشاهنية ولا الفائزة، الفائزة ولا الشاهنية، ولكن الفائزة واسم على مسمى هي من فازت بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك الفائزة محمد بن حمد بن جهويل. اللي في ثاني المراكز ما قصرت الشاهنية لمحمد بن ناصر الطريبيل، وفي ثالث المراكز الشاهنية لثامر بن محمد أبو شارب. التوقيت الزمني 2:59 جزءا من الثانية. تهانينا للجميع.